وبركاته. هذه أجمل تحية مني محدثكم حامد كميل، يسعدني أن أكون معكم ولقاء اليوم منتخبنا الأولمبي وشقيقة المنتخب العماني الأولمبي أيضا في المباراة الثانية الودية الدولية الحبية اللي تجمع المنتخبين، وفي الاستعدادات بالتأكيد يعني دائما لنهائيات وتصفيات آسيا تحت 23. تشكيلة منتخبنا الوطني واضحة أمامك عزيزي المشاهد، ودائما إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة. حراسة المرمى براك العنزي، راشد الدوسري، ناصر سالم، ومعاذ الظفيري، جاسم عتيج، حمود الرشيدي، عبد العزيز العنزي، فواز العتيبي، مبارك الفنيني، محمد جاسم الهويدي، وشبيب الخالدي. هي التشكيلة الأساسية في أرضية الملعب، والبقية ينتظرون دورهم إن شاء الله مكملين لإخوانهم داخل أرضية نقول ملعب المباراة. المنتخب العماني دائما الحقيقة يعني متعنا بأداء عالي في منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، وهنا التشكيلة أمامك عزيزي المشاهد أيضا للمنتخب الأولمبي العماني هنا من استاد نادي الشباب الرياضي بمحافظة الأحمدي بمنطقة الأحمدي. شكرا لنادي الشباب على ضيافته المباراتين. عمار الرشيدي حراسة المرمى، وعمر الشيادي، عمران الحيدي، ويوسف الملكي، عصام الصبحي، أرشد العلوي، زاهر الأكبري، وهناك أيضا محمد ناصر، وعاهد الهديفي، فيصل الحارثي، أحمد المتروشي. هي أسماء الحقيقة غادمة للكرة العمانية اللي نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله نشوفهم أيضا بأحلى المستويات. مدرب منتخبنا الوطني الكرواتي راجو ماجيك اللي أمامك يقود تدريب الأولمبي والأول حتى ياخذ الفرصة كاملا، ومساعدة أيضا يتواجد على طبعا يمينه بداح الهاجري واحد من المساعدين والمدربين الحقيقة الوطنيين. منال إن شاء الله التوفيق مع الحراسة المرمى لسمير دشتي في هذه التشكيلة، وأيضا هنا المنتخب العماني وبقيادة حمد العزاني هو المدرب العماني الذي يقود تدريب المنتخب الأولمبي، أيضا نتمنى له التوفيق وزملاء المتواجدين معاه في المنتخب الأولمبي العماني. طبعا في تغييرات سواء على المنتخب الكويتي أو على المنتخب العماني اليوم في أرضية الملعب. طاقم تحكيم لمباراة اليوم يتكون من عمار شكناني أمامك في الصورة، وهنا من الأعلى الطائرة المتواجدة في استاد نادي الشباب. شكرا لمخرجنا نواف الجيماز واخوانا المصورين يبذلون مجهود كبير لارضاء وسعادة المشاهد الكويتي دائما عبر الرياضية الكويتية. اللي تشوفه ان الشباب هم يعني نقول نواة المستقبل. هذه كرة طويلة مع اول كرة لمنتخبنا الاولمبي على جهة اليمين، ممكن يعرضها عالية لكنها وين خارج الملعب الى ضربة مرمى مع اول هجمة نقول في الجهة الاخرى. هناك لي مبارك الفنيني لاعب نادي السالمية ومنتخبنا الأولمبي. يمكن نقول لك أسماء اللاعبين يعني في الأندية اللي ما يلعب، لكن والله لما تشاهدهم أغلبهم يلعبون درجة أولى، وإن شاء الله نشوف مستويات عالية منهم بإذن الله. عمار الرشيد أحد حراس المرمى، وهناك عمار الشيادي أيضا التشكيلة اللي موجودة في منتخب العماني اليوم تقريبا 3 إلى 4 لاعبين مغيرهم عن المباراة الأولى اللي خسرها منتخبنا الأولمبي بهدفين مقابل لا شيء. إن شاء الله نشوف اليوم الأداء يكون أفضل وأحسن، وهذا هو الدور. الكرة ملعوبة وخطيرة، ابعدها، نعم بعاد الكرة سريعا على طول، معاد الشمري لاعب نادي الكويت ويبعد الكرة وتبقى لمنتخبنا الوطني على جهة يسار، حلوة ملعوبة ويتابعها والمتابعة، يا سلام مرور أول وثاني، وعلى الجهة الأخرى ممكن وود عتيبي يسلم كرة وقريبة الآن، وين شبيب الخالدي يغير تغيير تماما على الجهة اليمنى، راشد الدوسري لاعب الغاتسية ومنتخبنا الأولمبي، وهذه كرة عالية من راشد أيضا الكرة الثانية اللي من غير تركيز راحوا على جهة اليمين، وصلوا لجهة اليمين قريبين للحكم المساعد الثاني هناك. شيء جميل، شوف المنظر في مدينة الأحمدي الحقيقة جميل جدا، وفي استاد نادي الشباب، وأيضا
الملعب الرئيسي اللي تواجد هناك، ملعب آخر يتواجد خلف اللي طبعا للتمرين لملعبين تقريبا هناك التمرين أو ثلاثة. شكرا الحقيقة للتصوير الجميل وأعطى الحق اللي يعني نادي الشباب، وهذه كرة ملعوبة أيضا، المتابعة حلوة حلوة. هو الجول، جول الله أردك، أول فرصة حقيقية وانفراد لشباب الخالدي، شباب الخالدي، وأقول التعلق لحارس المرمى في الدقيقة ثلاثة. حلوة في الدقيقة ثلاثة، كرة بينية لمنتخبنا وقدر انه يكسر دفاع المنتخب العماني. شوف شوف شوف، لا 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 ما تلعب بهالصورة، خاصة ان خالد يعني شبيب الخالدي واحد من اللاعبين المميزين الحقيقة للكرة الكويتية عندما كان في الساحل والان بنادي كاظمة، المفترض يضعها بزاوية شوية اصعب على حارس المرمى، لكن على العموم فرصة اولى في الدقيقة ثلاثة شبيب الخالدي، واقول الحارس يتألق، والخطأ الان للمنتخب العماني للاعب عمار الشيادي. عمار الشيادي بتلعب لكن ايضا مقطوعه من دفاع الكويت، اخيرا هي برا الملعب الى رميه تماس. اول تهديد كويتي اولمبي على الاولمبي العماني بكره حلوه، اللعبه صح ولكن على العموم اللعبه صح في التمريره، انما ما اللعبه صح داخل المرمى من نقول شبيب الخالدي. هاردك يا شبيب، هاردك يا شبيب، ما عليه. عمار وعمار الشيادي وكذلك يوسف الملكي عندهم اصحاب الهدفين في المباراة الماضية، واحدهم في الدفاع وواحد في الهجوم. دفاع عمار، فرصة حقيقة ما تضيع من شاب ومهاجم خطير شبيب الخالدي بيضيعها، وحارس المرمى عمار رشيدي بيتوفق فيها تماما ويقطعها. العموم كرة اللعب مرة ثانية غريبة لي فواز العتيبي، فواز العتيبي لاعب نادي السالمية، وايضا معاه مبارك الفنيني في السالمية يتواجد، ومحمد جاسم الهويدي، ثلاثي من السالمية متواجدين في النص والهجوم. لعبت على بالخلف اقرب الدفاع اليوم اللي يشغله عمران الهيدي، وايضا اللاعب احمد المتروشي. احمد الدفاع المتروشي، هذه الكره مين اقرب الى الاوت، الى الاوت، يتماس يتماس، يعني مباراة ودية نتكلم عنها، ودية مباراة تجريبية لهذا المدرب الحقيقة دكتور راجكو ماجيك، نتمنى له كل توفيق إن شاء الله، سواء على المستوى الأول غدا على مستوى منتخب الكويت الأول، واليوم مع منتخبنا الأولمبي هو يشغل التدريب في الأولمبي والأول، وإن شاء الله يوفق. هذه كرة أمامية سريعة يتركها براك العنزي حارس مرمى نادي التضامن منتخبنا الاولمبي الى خارج الملعب، ضربه مرمى، اذا ضربه مرمى تثبت. المباراه الوديه تكلم الثانيه هنا في الكويت، وشايف ايضا الاعلى استاد نادي الشباب خارج الملعب الى رميه تماس. حتى في اعداد منتخبنا الاولمبي اللعب يعني خمس مباريات بمعسكرة بمدينة ميونخ بألمانيا حتى يكون مستعدا، والكل يعلم غياب الكرة الكويتية عن المحافل الخارجية نقول، والآن بدأت إن شاء الله ويبدأ إن شاء الله مشوار كل حقيقة يعني منتخباتنا في كرة القدم وجميع الألعاب لتعود أو يعود الأزرق الكويتي من جديد على الساحة الخليجية والعربية والأسيوية والعالمية بإذن الله تعالى، عندما يتواجد أبناء الوطن العربي الكبير والمسلمين في
في دولة قطر الشقيقة إن شاء الله بكأس العالم 2022. نتمنى التوفيق إن شاء الله لقطر وللخليج وللعرب بإنجاح هذه البطولة، وأيضا نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني ليتواجد هنا في دولة قطر الشقيقة إن شاء الله في 2022. كرة ملعوبة على الجهة اليمنى دائما، عمار الشيادي حاول يلف ويمر عمار، لكن الكرة فيها صافرة وفيها خطأ، صافرة والخطأ. أحمد عايض سيدي أيضا لاعب نادي النصر، لاعب مهم جدا أمانة وأيضا سريع، والكرة الماضية كانت مع أيضا مبارك الفنين، الماضية كانت مع مبارك الفنين. في الدفاع يسلم على طول أحمد المتروشي، أحمد المتروشي غير على طول عمران الحيدي اليسار، نما في النص قريبة لعاهد الديفي، غير على اليمين عمار الشيادي، والشيادي دائما الحقيقة انطلاقاته سريعة مع زاهر الأغبري يعني على الجهة اليمنى وعلى الظهير الأيسر معاذ شمري، خلي باله وشوف انطلاقاته دائما سريعة، والتدخل كان أيضا محمود عايض الرشيدي، انقطعت منتخبنا الأولمبي سلم على طول بارك الفليني بيغيرها، لكنها سهلة جدا لحارس مرمى المنتخب العماني، سهلة جدا. أيضا شايف اللاعب فيصل الحارثي يلعب في الدفاع اليوم كقلب، كقلب المنتخب العماني الشقيق، سلم عمران الحيدي لكي حارس المرمى عمار رشيدي، يطول له كرة طويلة وحلوة مكانها وسريعة المنتخب العماني بيمر، لكن يتركها خارج الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. شوف سرعته يوسف الملكي، حقيقة لاعب مهم في وسط المنتخب العماني، المنتخب العماني لديه المباريات، وعنده كان خسر في أمام فيتنام بهدف حقيقة في بطولة فيتنام الدولية الودية اللي حققت فلسطين فوزها فوزا مهما على أوزبكستان أيامها بهدف واحد، تصدرت فيها الترتيب 6 نقاط، وجاء يعني منتخب العماني في المركز الثاني حقيقة، وعلى العموم هي مباراة ودية دولية كانت هناك، وأيضا مشاركة المباريات الودية الدولية تفيد وعلى طاري الوديات ان شاء الله، وحسب يعني ما بلغنا واخذنا من يعني الكابتن شاكر الشطي اداري منتخبنا الاولمبي، يعني يقول في دوره ان شاء الله بطوله وديه في اكتوبر، يعني وديه لثلاث منتخبات هو المنتخب السعودي والمنتخب البحريني والمنتخب الكويتي، توجيهات ايضا واضحه للسيد الدكتور راجكو ماجيك الكرواتي حقيقه بتوجيهاته لمنتخبنا، والاصابه ان شاء الله تكون سهله. وعلى العموم يعني البطوله الوديه راح تكون ان شاء الله من 9/10 ل 16/10، منظر جميل دائما لمحافظه الاحمدي واستاذ نادي الشباب بنادي الاحمدي كابتن حمد العزاني مدرب المنتخب العماني، وتشوفون اللي يمه بدر الميمني اللي حاط الله على السكسوكه، هذا اللاعب الدولي الكبير المعروف الان ايضا يتواجد كمساعد ويهيئونه انه يكون كمدرب اداريا مدربا، شيء جميل. بدر الميمني اللي كان يلعب في النص وكان نجم من نجوم الكره العمانيه، على العموم في الدفاع احمد المتروش عمران الحيد، ملعوبة على طول، ولا لا زالت عادية عدا الفرصة الأكيدة والانفراد التام في أول 3 دقائق، وأضاعها طبعا نقول شبيب الخالدي وتوفق فيها حارس المرمى،
يعني في كره كانت ممكن تكون داخل الشبك واول الاهداف. على العموم رميه التماس عمار الشيادي. عمار الشيادي يلعب رميه التماس ترجع مره ثانيه. منتخبنا الاولمبي. بنيني بتروح منه سهله. مبارك بنيني وهذه كره عاليه ابعد من اللازم خارج الملعب الى ضربه مرمى. راح يلعبها براك العنزي حارس مرمى نادي التضامن منتخبنا الاولمبي. يعني لما طالع التشكيله فيها من التضامن، فيها من الساحل، فيها من الكويت والقادسيه، فيها من السالميه، فيها من النصر، فيها من كاظمه، في دكه الاحتياط تجد ايضا من جميع الانديه الموجوده ان شاء الله، وهذا شيء جميل شيء حلو. التبديل اليوم بالمباراة الماضية كان اتفقوا على 6 بدلاء، المباراة الماضية 6 بدلاء. اليوم خلوا التبديل مفتوح ما بينهم، مباراة ودية حبية خلاص خلوه مفتوح. غدا إن شاء الله منتخبنا الأول أمام المنتخب العراقي الشقيق. نتمنى التوفيق إن شاء الله للأزرق، ونتمنى أن أيضا يكون مدربنا ماجيك على مستوى المسؤولية. هذه انطلاقة عمار الشيادي بيحاول، لكن التغطية خطأ على عمار، خطأ على عمار الشيادي والخطأ لمنتخبنا الأولمبي. شوف لما اللعبة سريعة والتغطية كانت من معاد، يعني يكسب خطأ معاد، يكسب خطأ معاد، وشوف سقطها والله حلوة والتغطية جميلة من معاد. برافو، سكر مكان دفاع زملائه وقطع الكره لكن كسب خطا ايضا. لعبها براك العنزي خطا، تعود منتخبنا الاولمبي. حاولت فواز العتيبي ويحاول فيها فواز العتيبي منقوله على طول زاهر الاغبري، ولكنها خارج الملعب الى رميه التماس. رميه التماس وكانت بشكل حلو للجهه اليمنى الحقيقه يشغلها كثير زاهر الاغبري وعمار الشيادي. عمار زاهر وهذه كره حلوه مره ثانيه. وين بتلعب؟ يرجع للخلف تغيير في النص ملعوبه على طول لارشد العلوي يغير في اليسار، واخيرا هي مقطوعه من راشد الدوسري خارج الملعب الى رميه التماس للمنتخب الاولمبي العماني. الأشقاء مباراتين 9. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. وهذه كرة ملعوبة حلوة، رجع ورا على طول لأحمد المتروشي. لو طالع البنية الجسمانية في المنتخب العماني ما شاء الله أجسامهم كبيرة طول، وأيضا البنية الجسمانية يعني قوة فيها، ودائما يهتمون الحقيقة بالناشئين والشباب الأولمبي حتى يكون هو فعلا يكون جاهز للفريق الاول، جاهز. ضربة مرمى براك العنزي. يعني المباريات الودية هذه تعطيك ثقة أكثر، تعطيك ممكن هناك إعداد تجارب بعض اللاعبين بمراكز مختلفة، أو أن تجانس اللاعبين بعد كثرة المباريات تجد التجانس فعلا في الخطوط ما بين الدفاع، الوسط، الهجوم، حراسة المرمى، كل هذه الأمور. هذا اللاعب زاهد الأكبري الحقيقة مهم جدا على الجهة اليمنى العماني. ملعوبة حمود الرشيدي عايض، دائما نقول عنه في الناس محمود عايض الرشيدي. ترجع كرة ناصر سالم نادي القادسية، ومعاه جاسم عتيش دائما لاعب نادي الساحل ثنائي في قلب الدفاع. المباراة الأولى كان حمد السعيد حقيقة لاعب اليرموك، هو ناصر سالم قلبي الدفاع، واحمد بجابر لاعب العربي كان ظهير ايسر. اليوم معاذ الشمري شايفه ظهير ايسر، هو من نادي الكويت يجرب اكثر من لاعب. هذا مرور حلو بالعبله العرضيه ويحصلها ولا لا، لكن شوف الطول الفارق على طول ابعدها بالراس، واخيرا هي برا الملعب الى رميه التماس من امام. مبارك الاثنين مود عايض ناصر سالم راشد الدوسري. طلع راشد خارج الملعب رمية تماس. راشد خارج الملعب. كان ايضا بدر طارق، مشعل فواز، سليمان صعب، عبد الله الشرهان في المباراة الأولى كانوا موجودين، اليوم أجدهم على دكة الاحتياط.
والبركه بالموجودين مثلا شبيب الخالدي، عايض الهويدي، عبد العزيز العنزي، معاذ جاسم عتيج، براك العنزي، مكان سعود الحوشان حارس مرمى الكويت ومنتخبنا الاولمبي. وهذه كره سريعه وطويله على طول لعمار الشيادي، شايفين وين ينطلق عمار؟ انطلاقاته في الجهه اليمنى وسريع الحقيقه مع زميله زاهر الاغبري. لو تراغبون هالاثنين ممكن تقل الخطوره في المنتخب الاماني الاولمبي. تكلم كره ملعوبه يعني تغيير اللعب، حاول فيها العايض لكن خارج الملعب الى رميه تماس عمار الشيادي. وهنا يوسف الملكي، يوسف الملكي واحد من اللاعبين في النص، حاول دائما شايف ايضا عاهد الهديف في الجهه الاخرى، ثلاثي واضح يمين يعني زاهر وعمار بشكل ثنائي. كره خارج الملعب الى ركني، الى ركني عدا كرة شبيب الخالدي اللي في اول ثلاث دقائق لم يهدد منتخب المرمى ولا المنتخب العماني. الكرة كانت فعلا انفراد واضح وصريح، نقول استعجل فيها شبيب الخالدي ولعب، حاول يلعب الكرة لكن حارس المرمى يوفق ويعني يقطعها، واخيرا هي تكون بايد الحارس، بايد الحارس. على العموم الركنيه الاولى في المباراه، ركنيه اولى في المباراه، ويت اللعب دقيقه 19، منتخب العماني لعبه عاليه ولا زالت خطيره داخل منطقه 18، حارس المرمى وترجع مره ثانيه بالراس وناصر، واخيرا حارس مرمانا براك العنزي في اللحظه الاخيره، لكن في المره الاولى ما كان خروجه موفق نقول للكره، وهذه ما عليه تجارب، الاخطاء مهمه والاخطاء ممكن تكون في المباريات الوديه ونتسامح فيها، لكن بالرسميه لا، خلاص تكون انت اخذت فرصتك واخذت مباريات واخذت ثقه بالنفس وقدرت تعطي كل ما عندك مباريات حتى تكون جاهز الرسميه للمنتخب. شوف اخيرا الكره كانت بايد براك العنزي حارس منتخبنا الاولمبي. كره خارج الملعب، رميه تماس، رميه التماس. شكر حقيقه مجهود كبير يعني لمدير استاذ نادي الشباب سيد حسين فيروز والاخوان بنادي الشباب كافه، للامانه مسخرين كل شيء لتلفزيون الكويت، للمنتخب العماني، لمنتخبنا الاولمبي، لكل من يحضر، للاتحاد الكويتي لكره القدم، يعني عاملين خليه من النحل حقيقه نادي الشباب لمباراه منتخبنا الاولمبي وايضا شقيقه العماني. شكرا لنادي الشباب على هالضيافة، وشكرا على هالتواجد، وشكرا على هالتنظيم. والمنتخب العماني أحمد المتروشي يغير على اليسار، قرب إلى فيصل الحارثي، يحاول مقابل زاهر الأغبري، لاعب في المباراة الأولى حقيقة لاعب مهم جدا، وصل كثير لمرمى منتخبنا وازعج الدفاع تحديدا، يقول ازعج الدفاع فعلا. اليوم منتخب الكويت افضل يعني من ما اعطى فرصه، رغم ان المنتخب العماني عندما سجل هدفه الاول في المباراه الاولى تقريبا في الدقيقه يعني 43 في الوقت اللي خلاص يعني في الوقت الهدفين يوم في اخر لحظات نقول نهاية شوط المباراة الأول، لكن على العموم اليوم عدد هذا جاسم عتيج لاعب نادي الساحل كقلب دفاع اليوم يشركه مع ناصر سالم لاعب نادي القادسية ومنتخبنا الأولمبي، وهذه العرضية حلوة بشيلها، شيلها صح ناصر سالم، ويحاول أيضا ناصر على فكرة لاعب في الفريق الأول ناصر سالم، اليوم عاد الشمري قريب من جاسم عتيج وراشد يسري على الجهة اليمنى، تلعب ضربة أرمى، وهذه كرة طويلة لكن من حقه سهلة جدا، فيصل الحارثي حصلها بهدوء ويبدأ هجمة الآن للمنتخب العماني، إنما في إصابة هناك، يبدو أن ناصر سالم سلامات قلب دفاع نادي القادسية ومنتخبنا الوطني بالسلامة، نعم بالسلامة إن شاء الله يا ناصر، سلامات سلامات.
في اسامه من اول ويشوفه ايضا زميله راشد الدوسري، اثنينهم يلعبون بالقادسيه واثنينهم يلعبون للازرق الان. والكل اليوم ما في الكويت القادسيه كامه سالميه العربي التضامن الشباب الفاعل لكل التضامن انديتنا كلها ان شاء الله. تواجدهم اليوم بلون ازرق معناها المنتخب الكويت، هذه الكره اللي كانت مشتركه مع محمد ناصر المهاجم الصريح من هناك اليوم. يعني محمد ناصر كره مشتركه، ما كان يقصد زميله المدافع ناصر سالم، لكن ان شاء الله سلامات، ان شاء الله سلامات. التوجيهات واضحه مع شبيب الخالدي، يقول له خلي بالك اي فرصه ثانيه ما راح ارحمك، ما راح ارحمك. يعني عندي عبد الله الشرهان، عندي سليمان صعب، خلي بالك ممكن ابدلهم في اي لحظه. حديث محمد جاسم الهويدي وابوه طبعا غني عن التعريف، وابوه هداف يعني من الطراز الاول امتع الجماهير اكيد السلماويه والكويتيه حياتنا الخارجيه مع منتخباتنا. وهنا منظر اخر لمخرجنا نواف الجيماز في محافظه الاحمدي وفي مدينه الاحمدي وفي استاد نادي الشباب تحديدا في المباراه الوديه الثانيه منتخبنا الاولمبي امام شقيقه العماني. الاولى انتهت 2-0 للمنتخب العماني، واليوم يبحث ايضا السيد راجكو ماجيك عن تعديل بعض الصفوف وفي المراكز ورمية التماس تلعب للمنتخب العماني. من جهة اليسار فيصل الحارثي يسلم إلى عمران الحيدي، رأسية حاول لزاهر الأغبري لكنها خارج الملعب، رمية تماس عمار الشيادي يلعب في النص، شوف متراجع ايضا محمد ناصر نجح للخلف او يستلم غير اليسار، حلوه ملعوبه من نص الملعب هذه البينيه خطيره ويحاول ومره ثانيه شايط. الله 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 الله، برافو يا براك، برافو يا براك العنزي، برافو يا براك العنزي، كره قويه تتسدد بشكل حلو وجميل للمنتخب العماني، لكن برافو براك العنزي، التمريرة جميلة لصاحب الهدف الأول في المباراة الماضية عصام الصبحي. عصام الصبحي هو كرة حلوة يبعدها حارس مرمى منتخبنا الأولمبي براك العنزي. إذا الفرصة الأولى للمنتخب العماني والركنية لعبت على سرعتها في دقيقة 25 بيد حارس المرمى، تألق الحارس براك العنزي مثل ما تألق حارس مرمى عمان عمار الرشيدي أمام شبيب الخالدي ومنع تسجيل هدف، أيضا يمنع براك العنزي هدف مؤكد كان للمنتخب الأولمبي العماني من اللاعب عصام الصبحي. يعني أهم كرة في المباراة في الشوط الأول للكويت في الدقيقة 3، وأهم كرة للمنتخب العماني في الشوط الأول أيضا في الدقيقة 25. هذه انطلاقة عمار شيادي العرضية وتبعد بالراس على طول، برافو لراشد الدوسري براسه بخير، تلعب على جهة فواز العتيبي، مر فواز برافو لكن لعبها بالخطأ، قطعها صح ومر صح سلمها خطأ، توصل في النص لأرشد العلوي، روح من ارشد العلو ارضيه بيب مره ثانيه يرجع ورا لكنها مقطوعه، يحاول يصلح خطا، ترجع مره ثانيه في النص للمنتخب العماني، يوسف الملكي وايضا ارشد العلو يشكلون هناك في الجهه الاخرى، والجهه اليمين دائما زاهر الاغبري وعمار الشيادي، احمد المتروشي ويدي حاول يبحث عن لاعب ما تمشي وما توصل لي مبارك البنيني ولا لي حمود عايض، يعني اللي هم الاقرب. هذا محمد جاسم الويدي شوت، ما احنا شايفين مره
شوت مهم جدا. يعني احيانا انت تكون مراقب رسميا والمحاوله والتغطيه او الركنيه المنتخب الان، يعني احيانا لما تكون مراقبه موجوده الحلول تاتي من الكرات الثابته، الحلول تاتي من التسديد من خارج منطقه ال 18، وهذا المطلوب. يعني اللي فريق ممكن او منتخب يكون امامك يراقب الهجوم مراقبه فعاله مثل ما حاصل الان لشبيب الخالدي، خلاص وهو مبارك بيني ومود عايض، لكن يبقى يعني نقول يلعب راس حربه وحيد شبيب الخالدي. على العموم الركنيه الان فواز العتيبي هو قائد وكابتن منتخبنا الاولمبي، بيلعب الركنيه عاليه برا ال 18 تماما، برا الستة مو 18، داخل 18 برا الستة ياردة، واللعبت على طول انقطعت، تبقى للمنتخب العماني سريع دائما زاهر الأغبري، لكن برافو مقطوعة بشكل حلو. عاد الشمري عاد يسلم لمحمد الهويدي، الهويدي تركها توصل لي فواز العتيبي، عاد في راية وتسلل، راية وتسلل على مبارك الاثنين، رايا وتسل مبارك ميني اللي يلعب على الجهه اليسرى ايضا مع عاد العزيز العنزي نازل تماما مع الهويدي شويه للخلف، وهو فواز يحاول ايضا يساعد في الجهه اليمنى هناك. طويله عمار رشيدي حارس مرمى المنتخب العماني، كره خارج الملعب. طبعا هي هذه المباريات اعداد الاستحقاقات القادمه، اولها تصفيات اسيا تحت 23 سنه، بيعطيك التسلل والله شكلها ما فيها شيء يا يعقوب حسين، ممكن في الصوره طبعا اللي اعطونا الاخوان ان في تغطيه كانت. على العموم يبقى القرار قرار الحكم وقرار مساعده، ونحترم دائما التحكيم في الصح والخطا. اقرا احمد المتروشي اليوم اللي هو القائد والكابتن، المتروشي في المقابل قائد وكابتن منتخبنا الاولمبي اليوم، وطبعا فواز لا تيبي. اذا المنتخب العماني الى الركنيه الثالثه، الى الركنيه الثالثه تقريبا مع الدقيقة 30، خلاص مع اللعبة ممكن تكتمل دقيقة 30، والركنية الآن وين تلعب؟ ملعوبة على الأرض من يوسف الملكي، ورأسية حلوة، رأسية حلوة، لكن أيضا براك العنزي قصر القامة موجود. شوف الفارق ما بين حارس مرمى منتخبنا الأولمبي وحارس مرمى المنتخب العماني في البنية الجسمانية نتكلم، لكن رغم ذلك يعني يجي حارس براك العنزي، هذه سريعة، بيب بيب يوصل يمر غير راية يلف ويشوت، لكنها برا الملعب إلى ضربة مرمى. دقيقة 30 و34 ثانية، حكم المباراة يعطي طبعا الوقت لأن الجو حار، فيعطي دقيقة في الشوط الأول ودقيقة في الشوط الثاني. هذه الأشياء، هذا حارس مرمى منتخبنا الأولمبي براك الحنزي، عاد الشمري نادي الكويت منتخبنا الأولمبي، هاي رايحة ودقيقة الأجواء الحارة دائما والرطوبة، وهنا محمد الهويدي إن شاء الله تكون مثل أبوك وأحسن، لما تكون أحسن أبوك أصلا يستانس ويرتاح، الكل إن شاء الله نشوف شباب يعني على مستوى الجيل الماضي الكرة الكويتية، توجيهات علي حمد العزاني مدرب منتخب عمان الأولمبي. توجيهات أيضا لمدربنا راجكو ماجيك، راجكو أيضا واحد المنظر ايضا الاخر الجميل، الطياره المتواجده مع القناه الثالثه بتلفزيون دوله الكويت.
الأعلى جميلة جدا. هذه محافظة لحمدي، وانت داخل على لحمدي شوف شو المنظر الجميل الرائع. والدقيقة اللي أعطاها حكم المباراة كوقت يعني للراحة ولأخذ الماء أكيد. دولي حسين فاضل الاداري ايضا الناجح الامانه بنادي القادسيه كان شاكر الشطي، والان الى منتخب الاولمبي حقيقه دائما يقدم اشياء جميله في السكور الخاص في المباراه العراقيين، وشيء ملون مرتب، وحتى يمكن مع القادسيه شاكر الشطي حقيقه نموذج طيب للاداري الناجح، يعني منسق اعلامي الى اداري الان، ومنسق اعلامي على فكره في منتخبنا الاولمبي سالم العنزي ايضا، اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، والتعاون بينهم وبين ايضا الجهاز الاداري والطبي والفن. مقطوع عصر سالم رجعها عاد الشمري حارس المرمى براك العنزي هي عاليه اماميه وتوصل مره ثانيه عمار الشيادي عازم عليه العزيز العنزي لاعب قادسيه منتخبنا الاولمبي ان شاء الله على العموم. هي خلاص الكره اذا راحت انتهت التنبيه والكلام قبل ما توصل الكره حتى يعطيه فرصه بالوصول للكره. على العموم مقطوعه رجع ورا سالم وراك يلعبها دائما على الاطراف يمين ويسار افضل ويسار من النص تكون فيها صعوبه لو عادت عليك يا براك. طبعا هذه التوجيهات تأتي يعني تاتي من مدربنا مدرب حراس المرمى سكيردشتي اكيد بيعطي توجيهاته اللي براك وبالامس كان المباراه الاولى كان سعود الحوشان بيعطون فرصه اكثر لحراس المرمى، ومثل ما تواجد ايضا الفريق الاول تجد فيه حراس على مستوى عالي ثلاث اربع اليوم تجد ان شاء الله في المنتخب الاولمبي، ولا خوف على حراسه المرمى دائما نقول ان شاء الله دفاع هجوم وسط اتمنى ذلك اتمنى ذلك. على العموم الكره خارج الملعب الى رميه تماس للمنتخب العماني يحاول كور هذه كره عاليه الراسيه راشد الدوسري انتقل هناك زاهر الاغبري غير مكانه مع ارشد العلوي قطعت خطيره شوت حلوه صامت الصبحي لكن خارج الملعب الى ضربه مرمى. شوف حاول يستغل على خط 18 هذا التسديد اللي نتكلم عنه، يعني اذا ما كان بينيات ما بين اللاعبين او راسيه كرة ثابتة التسديد خارج الملعب يفاجئ حارس المرمى بالتأكيد، لكن تحتاج إلى لاعب شويت بمعنى الكلمة. عقوبة فارق فنيني يرسل أمامية الفنيني لو عدت العتيبي لكن يشيل فاز العتيبي حاول شالت من أمامه خارج الملعب رمية تماس من المدافع فيصل الحارثي كان تواجده الصح كان المناسب الصافرة والخطأ. شايف الخطا فواز لاعب العتيبي لاعب نادي السالميه كابتن وقائد منتخبنا الاولمبي هذا اللقاء السابق كان الكابتن والقائد بدر طارق لاعب النادي العربي منتخبنا الاولمبي. فواز العتيبي وحارس المرمى على مرتين عمار الرشيدي لعبها على طول سريعه ما تاخر فيها لعبها على طول سريعه. حاول المنتخب العماني دائما يعني تشوف فيصل الحارثي عاهد الهديفي اللي في النص محمد ناصر ومقطوعه صح لكن وين انقطعت وسلمت لمن؟ المنتخب العماني. عمار شيادي راسيه من راشد الدوسري ولا زالت خطيره حلوه خطيره وحلوه وعلى طول مباشر شماله قويه
ليصل الحارثي بالجهه اليسرى. والله يعني لعبتها سريعه وفكره حلوه انه يلعبها ما تاخر فيها. شوف وهي نازله وياي على طول شماله لكنها خارج الملعب. وهذه الفرصه اللي على مرتين وصلت لحارس المرمى العماني عمار الرشيدي. براك العنزي حارس مرمى منتخبنا الاردني يلعب كره في النص في الدائره تبقى ايضا مره ثانيه. اللي عاهد الحديفي في خطا عاهد الحديفي شوف حاول الفور والخطا واضح ايضا. عوبة عاهد يلعب لكن كره وين؟ خارج الملعب الى ركنيه رابعه للمنتخب العماني. تاتي مع الدقيقه 38 عمر شوط المباراه الاول. شوط اول حتى الان تعادل سلبي 0-0 0-0. نتكلم عن المباريات وايضا الاعداد اللي قدم لمنتخبنا الاولمبي بمدينه ميونخ بالمانيا. لعب 5 مباريات ودية مع مدارس أيضا مختلفة. فوز اللي حقق على فريق بوكر 3-2 وفوز أيضا 4-0 على فريق داشاو درجة الثالثة هناك في ألمانيا. تعادل مرة واحدة وخسر مرة أمام الوحدة السعودي 0-4. خسارة احيانا تكون مهمه لفريق اكبر لفريق متجانس امامك. وهذه العرضيه سهله جدا ولا هي عاليه بيد الحارس براك العنزي. فلما تخسر وانت امام فريق يعني نقول عنده الخبره الكافيه مثل يعني نقول الوحده السعودي ويواصل منتخبنا الاولمبي بمباريات الوديه. الان هذه المباراه الوديه الثانيه هنا في الكويت. مرور يحاول يسلم هات وخذ وملعوبه عاهد الحديفي بالراس شيلها دفاع الكويت ولا زالت تنضيلها عندها ناصر سالم. دربكه دائما تكون داخل منطقه 18 دربكه. يعني لو تلاحظ شبيب الخالدي وحيدا ما بين 4 مدافعين فماذا يفعل؟ شايفينها في الدائره وراجع بعد وين؟ للنص. يعني هو يدافع ويهاجم طبعا هذه متطلبات المدرب. عاهد الهديفي بيحاول الله 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 حلوه حلوه من عاهد الهديفي تسديده قويه جميله واحلى ايضا لبراك. دقيقه 40 براك العنزي حارس المرمى يبعد الى ركنيه وهذه من الكرات الخطيره. شوف مرور على اليمين والتسديده رائعه جدا تالق لحارس مرمى منتخبنا الاولمبي يشيلها بالوقت المناسب. يعني عاهد يرسل في الدقيقة 40 والحارس يتألق براك العنزي. ركنية هي الخامسة للمنتخب الأولمبي العماني. حديث ما بين راشد الدوسري وفيصل الحارثي. شوف اللعبة جميلة جدا جميلة جدا. الركنية الآن لعبها على الأرض حاول نجح على مرة ثانية. نعم كرة دخل الله جول للمنتخب العماني في الدقيقة 41 في الدقيقة 41 يوسف الملكي كرة بتتيه والدفاع الحقيقة بيطالعها. الدقيقة 41 دقيقة 41 نعم. شوف يوسف الملكي يبدو انه حط قدمه فيها في اللحظه الاخيره من التمريره. شوف 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 يا سلام. وهي اساسا قبل ما يلعبها زاهر زاهر هذه العرضيه شوف ولا حاشها ولا لا ولا هي ضربت على طول. لكن يبدو ان يوسف الملكي هو اللي لعبها بدون ما يلمسها. لكن اللعبه شوف شلون والدفاع ما سوى ما عمل اي شيء في وعمان على موعد دائما في الدقائق الاخيره ودفاع الكويت على موعد اخر بانه يفقد يعني نقول التركيز
ودائما التركيز هو المهم في بداية المباراة ونهاية قبل نهاية المباراة بأشياء قليلة. المباراة الماضية في الدقيقة 43 والدقيقة أيضا 47 سجلوا هدفين، واليوم يسجل في الدقيقة 41 أيضا من كرة يعني ملعوبة كعرضية حاول فيها الثنائي زاهر الأغبري واللي لعبها يوسف الملكة، يعني ضربت في الأرض تابعها على طول، والمهم أنها في الشبكة. هدف أول للمنتخب العماني، هدف أول للمنتخب العماني. يوسف ملكي مع زاهر الأكبري الحط قدمه والدفاع يعني كان مخليه على راحته. هذه الكرة العرضية ممكن التعادل، والكرة برا الملعب إلى ضربة مرمى، برا الملعب إلى ضربة مرمى. إذا المنتخب العماني يخطف له هدف. شايف ناصر سالم يكلم حكم المباراة على خطأ على ماذا؟ حارس المرمى عمار الرشيدي، دائما خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، لكنك بتلعب مدافع لا صعب، إنما هي كتجربة أولى مع المدرب الكرواتي الدكتور راجكو ماجيك، يعني راح نشوفه في المباريات القادمة أكثر وأكثر. طبعا ما راح نعطيه ونتكلم عنه الآن أي حديث، لأن يعني المدرب أول مرة يستلم الكرة الكويتية وتحديدا المنتخب الأول والأولمبي. اليوم يلعب أولمبيا وغدا يلعب دوليا مع أيضا العراق للفريق الأول لمنتخبنا الوطني، من التوفيق إن شاء الله. وهذه كرة عالية وحارس المرمى سلام وفق عمار الرشيدي حارس مرمى المنتخب العماني. شوف البنية الجسمانية تختلف حراسة مرمانا، ترى البنية الجسمانية لها دور كبير أكيد أكيد. تاريخ الكرة الكويتية وأيضا وصولها وصول منتخبنا الأولمبي لنهائيات أولمبياد موسكو في 1980 في ذلك الجيل الجميل جدا الحقيقة، جاسم الفيصل العنبري الحمد أسماء والله كانت جميلة ورائعة وتبغى في التاريخ مذكورة للأزرق الكويتي. أيضا وصول منتخبنا الأولمبي أولمبياد برشلونة 92 وأداء رائع جدا لهذا الجيل الجيل في برشلونة، وجاء بعده في 2000 عندما وصل الأولمبي الكويتي إلى أولمبياد سيدني. إن شاء الله أيضا نقول نوصل لأولمبياد بكين 2020، يعني 2020 إن شاء الله التواجد في بكين. سلامات. 3 دقائق عطى حكم مباراة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول، الخطأ الدخول وبالسلامة بيقوم بالسلامة إن شاء الله، قام بالسلامة خلاص نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. إعداد للاستحقاقات القادمة إن شاء الله. منتخبنا الأولمبي أمام شقيقه العماني، المباراة الأولى انتهت 2-0 للمنتخب العماني. اليوم منتخب العماني أيضا يتقدم في الوقت الأخير من الشوط الأول، وهناك بالتأكيد ستكون جلسة مصارحة للمدرب ولاعبينا، ومساعد المدرب أيضا إبداح الهاجري لي يعني بيشوفون شيء عن ما هو السبب في الدقائق الأخيرة دائما يسجل في مرمى المنتخب الأولمبي. المباراة الأولى في دقيقة 43 و 47 تقريبا، واليوم أيضا في دقيقة 41 هدف يسجل أول للمنتخب العماني. اللعوبة هذه ممكن يعرضها صح ممكن يعرضها صح، ولكنها برا الملعب إلى ركنية ولا لمست
الى ضربه مرمى فيها لمس دخل على طول حقيقه للمدافع ناصر سالم والى ضربه مرمى الى ضربه مرمى تجانس مهم بين اللاعبين ولكن ياتي بكثره المباريات معرفه المدرب للاعبين امكانيه كل لاعب اجرى ايضا تبديلات اربعه تقريبا غير تشكيلته في المباراه الاولى واليوم ايضا التبديل مفتوح ما بين الطرفين ممكن يجرب اكثر من لاعب في الشوط الثاني لان النتيجه مو مهمه بالتاكيد ما هي مهمه للمدرب لا مدربنا مدرب منتخبنا ولا مدرب العماني مهمه لا لكن هي فعلا منتخب العماني يعني ما اليوم بدل ثلاث تقريبا لاعبين عطى حتى في حراسه المرمى اليوم بدا بحارس مرمى وكان ابراهيم وكيف حلو المرور والعرضيه لكن من حقه بارك الفنيني يمر يلعب كره بيساره ما في ابدا اي مهاجم من الكويت تنتهي اماميه المنتخب العماني طاح ناصر سالم ولكن حكم المباراه مار اشكناني يعلن في هذه اللحظه بانتهاء شوط المباراه الاول بتقدم المنتخب الاولمبي العماني الشقيق على منتخبنا الاولمبي في الدقيقه 41 من شوط المباراه الاول حتى نلتقي معكم في بدايه شوط المباراه الثاني استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من جديد هذا حامد كميل يحييكم اجمل تحيه ويسعدني ان اكون معكم الوصف التفصيلي لشوط المباراه الثاني منتخبنا الأولمبي أمام شقيقه الأولمبي العماني في المباراة الودية الثانية شوط أول ينتهي بتقدم الأشقاء بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 41 عن طريق يوسف الملكي بعد ما ضربت الكرة في الأرض ودخلت المرمى والآن بداية شوط المباراة نقول الثاني إن شاء الله نشوف أتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله نشوف أداء أفضل وأحسن بالتأكيد و أتمنى أيضا أن تكون الأمور طيبة خاصة للتبديلات اللي يجريها بالتأكيد
المدرب المساعد، على فكرة يمكن في بداية المباراة تكلمنا عن مدربنا، مدرب الفريق الأول الدكتور طبعا الكرواتي روميو يوزاك، اللي يشرف الآن على تشكيلة منتخبنا الأول أمام المنتخب العراقي الشقيق غدا بإذن الله تعالى، واللي يتواجد اليوم مثل ما قلنا هو راجوك ماجيك، لكن هو مساعدة بالتأكيد مع بداح الهاجري أيضا مدربنا الوطني اللي يتواجد في المنتخب الأولمبي، وهذا شيء واضح، وإن شاء الله يوفق نقول مدربنا الكرواتي الجديد الدكتور روميو يوزاك ومساعدة أو مساعداه الاثنين اللي في الأولمبي أو في الأول السيد أيضا هذا حسين فاضل، وأيضا نقول بداح الهاجري مساعد المدرب، وأيضا شاكر الشطي، والمحاولة الآن لمنتخبنا، وأيضا المحاولة تأتي من شبيب الخالدي لكنها خارج الملعب إلى أول ركنية، إذا الركنية مبكرة الآن مع شوط المباراة الثاني في أول دقيقتين، في أول دقيقتين هنا على استاد نادي الشباب بمحافظة الأحمدي ومنطقة الأحمدي، والركنية الأولى الآن لمنتخبنا الوطني. شايف التبديلات عبد العزيز العنزي والهويدي غير موجودين الآن، فواز العتيبي بيلعب الركنية الأولى، المحاولة موجودة ممكن يشوت لكن عالية وبعيدة وخارج الملعب إلى ضربة مرمى للبديل مشعل فواز. إذن مشعل فواز لأرضية الملعب كبديل ايضا في الشوط الثاني، ومثل ما قلنا راح تشوفون اكثر من لاعب متواجد الان خاصه من المنتخب العماني، اعتقد بدلوا ممكن 5 لاعبين دفعه واحده في ارضيه الملعب، منا ان شاء الله التوفيق للطرفين. واعتذر لمعاذ الضفيري لاعب نادي الكويت ومنتخبنا الاولمبي اني يمكن تكلمت معاذ الشمري، فالعذر لمعاذ الضفيري، وإن شاء الله ماكو فرق كلهم أبناء الكويت، وهذه محاولة لمنتخبنا الأولمبي وممكن يسدد أرضية سهلة جدا، أرضية سهلة جدا حلوة فكرتها، لكن حتى الآن يعني نحتاج أن نركز أكثر، وهذه المحاولة وعلى طول عبد العزيز العزيز متواجد يلعبها لفواز العتيبي، والعتيبي العرضية على طول العتيبي بمحاولة بنين هناك على الجهة اليسار، ومرة أخرى عرضية والرأسية، الله حلوة حلوة الفكرة، ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه يا شبيب، ما عليه، كرة برا الملعب إلى ضربة مرمى شبيب الخالدي، حلوة رأسية على طول عالية، نعم هنا تعمل أيضا ارتباك، شوف على طول مبارك فيني الفنيني على طول، وشبيب الخالدي رأسية جميلة حاول فيها مثل ما حاول في الدقيقة 3 من الشوط الأول فراد، وفي الدقيقة 4 أيضا رأسية لشبيب الخالدي لكنها عالية، خالدي يلعب كرة رأسية حلوة عالية، والركنية يعني بداية المباراة الكويت هو اللي نازل هو اللي ضاغط بالتأكيد، محاولة منتخب العماني على الجهة اليمين بحوالات يعني نتكلم عن أرشد العلوي اللي غادر أيضا، واللي يبحث الآن عن نقول التشكيل والتبديل اللي يعمله أيضا سيد حمد العزاني، بيعطي فرصة أخرى لكل اللاعبين الأمانة، ومثل ما افتحوا المجال بأن يكون يعني التبديل مفتوح، وفعلا عاطي بيعطي اكثر من فرصه لاكثر من لاعب، وهنا الركنيه الان اول ركنيه في الشوط الثاني للمنتخب العماني، والمحاوله على طول، وبرافو ايضا براك العنزي حارس المرمى، برافو براك، على فكره يعني براك مواليد 99 تروح لسعود الحوشان ولاعب ايضا حارس المرمى هو مواليد 2000، تروح لظاهر العتيبي مواليد 2002، الحوشان والعتيبي في نادي الكويت، براك العنزي لعب المباراة من شوطها الأول في نادي التضامن، حراس مرمى يعني مواهب ويحتاجون بالتأكيد يعني التشجيع والاهتمام، خاصة يعني من مدرب حراس المرمى سمير دشتي، وهو غني عن التعريف بالتأكيد، واختياره لهم ما جاء إلا عن ثقة كبيرة في اللاعبين، وإن شاء الله نشوفهم في المباريات القادمة، خاصة يعني سواء إعداد منتخبنا الأولمبي أو منتخبنا الأول، وبعد غياب طويل عن المشاركة الخارجية والإعداد يعني من شهر تقريبا إلى شهرين
لا نحتاج اكثر، نحتاج اكثر بالتاكيد، وان شاء الله نشوف ايضا اللاعب المنتخب الاولمبي او الاول باحسن وافضل واجمل من المباريات اللي يعني لعبوها وديا. على العموم هذه كره ارضيه على طول يحاول فيها فيصل الهاردي، لكن هالقطعه ترجع مره ثانيه المنتخب العماني بيفتح على جهه اليمين، والمحاولات على طول هناك مروان طلال اللي لعب مع بدايه الشوط الثاني، قطعت يكسب فيها خطأ، نعم يكسب خطأ منتخبنا عبد العزيز العنزي، تواجد لي جاسم عتيج وناصر سالم اللي كان في الشوط الأول في إصابة شوي، وممكن يعني أيضا المشاركة كانت لحمد السعيد اللي يرموك في المباراة الأولى، وهذه المحاولة على طول لكنها خارج الملعب إلى رمية تماس فيصل الحارثي. فيصل الحارثي مشاركة أخرى للاعب عبد الله مبارك، عبد الله مبارك أيضا لعب كان مع العمار الشيادي، عبد الله مبارك كبديل للمنتخب العماني، وهذه محاولة على اليسار انطلاقات بارك الاثنين الحقيقة أيضا حلوة من الجهة اليسار، حلوة خاصة الكرة اللي لعبها عرضية لشبيب الخادي، لكنها على العموم شبيب لعبها عالية برا، وهذا السيد راجكو ماجيك ساعد مدرب منتخبنا الأول اللي طبعا دكتور روميو يوزاك اللي الآن هو مع منتخبنا الأول يجهز حق مباراة القد بالتأكيد أمام المنتخب العراقي الشقيق، صاحب تاريخ طويل ولاعبين على مستوى عالي، وهذه محاولة للانطلاقة الجميلة لعبد الله مبارك لكن انقطعت وأبعدت أبعدت أبعدت، يعني أيضا شايف حتى زاهر الأكبري قادر أرضية الملعب ومكان اللاعب العماني علي الهناني، علي الهنائي هو البديل عن زاهر، علي الهنائي ليحمل الرقم 15 أيضا، شوف يرفع ايده يقول له يلا العبوا لي طويلة العبوا لي طويلة، وهنا براك العنزي يلعب كرة طويلة وأمامية انقطعت في النص منتخب العماني، والله شايف يعني حطينا في المقدمة، يعني حطينا في المقدمة اللاعب عبد الله مبارك يحمل الرقم 2 كأنه مهاجم، لكن 2 دائما وين يكون؟ الكل يقول ها لمدافع، كنا شفته على التفتيل هو في المقدمة تماما للمنتخب العماني، الآن ممكن التبديلات تأتي لمنتخبنا الأولمبي، تجهيز شايف اللاعب أحمد بوجابر، أحمد إسماعيل بوجابر يجهز نفسه، وأيضا بيجهز نفسه المحاولة ممكن شبيب وبيلف ويلعبها بالكعب يحطها بالجول، الله راحت يا مشعل ما عليه، حلوة لعبها شبيب حلوة مشعل على طول مشعل فواز، لكن برا الملعب إلى ركنية، هي الثانية في الشوط الثاني أفضل نوعا ما شوي الكويت فعلا أفضل، مشعل فواز يعني حاول فيها بس أبعدها عن نفسه ورجع كثير شبيب الخالدي، على العموم ركنية الآن ركنية مع العشر دقائق الأولى من عبر الركنية، والرأسية تبعد على طول تبقى لمعاذ الظفيري، معاذ الجهة اليسار محاول عليله كرة داخل منطقة 18 وين برا الملعب إلى ركنية ثالثة، برا الملعب إلى ركنية ثالثة يعني للركنية الثامنة، نقول للركنية الثامنة، واللعبة والرأسية أيضا تبعد المتروشي تنتقل على اليسار للمنتخب العماني للبديل علي الهنائي، الهنائي لعبها في النص دالله مبارك، مبارك مع يوسف الملكي غير على جهة اليمين هناك شد ممكن يحاول يلعب لها كرة أرضية
المنتخب العماني يحاول يلعبها تأخذ قريبة من محمد مروان. مروان مور خطيرة ولكن برا الملعب إلى ركنية. نعم برا الملعب إلى ركنية أيضا هي الثالثة للمنتخب العماني. شايف اللاعب البديل طبعا مكان ناصر سالم المصاب لاعب حمد السعيد اللي أشرك المدرب الشوط الثاني أيضا مع زميله مشعل فواز. والآن هناك تبديلات أيضا للمنتخب كويتي راح يطلع أو يسحب اللاعب معاذ الظفيري لاعب نادي الكويت ومنتخبنا الأولمبي الظهير الأيسر. معاذ راح يقادر أرضية الملعب. أحمد إسماعيل اللي لعب في المباراة الأولى أساسي اليوم هو بديلا عن زميله معاذ الظفيري. شكرا يا معاذ الظفيري ما قدمته في شوط المباراة الأول. أحد لاعبي نادي الكويت ومنتخبنا الأولمبي يقادر ويأتي دور والمشوار يأتي على أيضا المشاركة للاعب سليمان صعب. سليمان صعب أيضا لاعب حقيقة متحرك في الهجوم وسلامات. هناك في لاعب أيضا على أرضية الملعب سلامة دكتور علي الشمالي دائما مع أبنائه. حقيقة اللاعبين لم يبخل عليهم وأخصائي العلاج الطبيعي داركو. سلامات إن شاء الله سلامة. تبديل مبارك فليني. نعم مبارك فليني راح يقادر. مشكور يا مبارك أيضا مشكور يا مبارك. تبديل ثالث اللي هو عبد المحسن العجمي. عبد المحسن العجمي وأحمد إسماعيل وخر شوية لأن على الأرض. سلامات سلامات. شو معاذ الظفيري ظهير أيسر منتخبنا الأولمبي بقادر وهذا الهدف اللي جاء في الدقيقة 41 من المباراة في شوطها الأول أعتقد ما لمسها يعني زاهر هي أساسا من يوسف الملكي. وعلى العموم الهدف الوحيد والآن التبديل أيضا هذا الهدف اللي ما شافه بيشوفه أيضا. وسلامات إن شاء الله لمعاذ الظفيري غادر أرضية الملعب وأشرك الآن مكانه أحمد إسماعيل بدال أحمد إسماعيل بجابر لاعب العربي اللي كان من الكويت والآن من العربي وكلهم بالتأكيد يعني حظهم لبعض يتواجدون ويكونون صف واحد للأزرق الكويتي. تبديل أيضا شايف يقادر الآن اللاعب أحمد المتروشي. أحمد المتروشي يقادر أرضية الملعب والبديل سليمان البلوشي. سليمان البلوشي لعبت أخيرا حارس المرمى. سليمان البلوشي متواجد أيضا الثويني المخيني. التبديل الأخير اللي حصل تبديل مفتوح. عزيزي المشاهد في المباراة ودية حبية تجمع منتخبنا الأولمبي والمنتخب العماني حتى الآن يتقدم بهدف قابل لا شيء. نوعا ما الشوط الثاني منتخب الكويت أفضل وصل للمرمى وهنا المحاولة لراشد الدوسري. الدوسري بيحاول يمر قطعت وأبعدت والمحاولات لا زالت تستمر على الجهة اليسرى واليمنى. فواز العتيبي راح يلعب الركنية لعبت على طول. فواز ترجع لها مرة ثانية راشد وين المتابعة بالرأس طاعت. تسع ركنيات ما استفدنا شيء يا جماعة. تسع ركنيات تسع ركنيات تبديلات
الله 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 برافو بديل ناجح عبد المحسن العجمي مع اول لمسه والتعادل واضح. الشوط الاول يعني ضاغط منتخب الكويت وفعلا بيلعب كره حلوه. شوف لعبه الجد يسار والعرضيه على طول وانت شوف يا سلام بالمتابعه صح رغم انها مرت من الاثنين. مشعل فواز يصنع كره لزميله عبد المحسن العجمي في الدقيقه 17 1-1 دقيقه 17 الشوط الثاني. حلوه يا مشعل فواز لعبها متغنى الحقيقه كعرضيه حلوه متابعه لكن اللاعب الثالث هو اللي سجل. وشوف لما يتقدمون لما يكون لاعب واحد ما يقدر يسوي شيء اللي هو طبعا شبيب الخالدي لما ساعدوه ووصل الان اللاعب عبد المحسن العجمي يسجل هدف التعادل 1-1 وهذا خير ما يدل على كلامي بالتاكيد ان الشوط الثاني منتخب الكويت افضل وصل من اول دقيقه يعني نقول اول دقيقه من الشوط الثاني لركنيه معناها انه وصل للمرمى بعدها تابع وضيع الخالدي مره اخرى والان يعادل النتيجه عبد المحسن العجمي 1-1 تبديل اخر ممكن لمنتخبنا راح يلعب مشعل ديلم ايضا بيجهز نفسه يعني شفنا عبد المحسن العجمي مع اول لمسه راح يسحب اللاعب راشد الدوسري لاعب نادي القادسيه ويشرك الان ايديلم نعم ايديلم لارضيه الملعب كظهير ايمن ايديلم حبل كره على طول احد اللاعبين الحقيقه البارزين في النادي العربي ملعوبه على اليسار ومقطوعه لاعب مشعل يعني على الارض لاعب الغاتسيه والله حلو لعبت ايضا لكنها قطعت فيها خطا على العموم حبايب حتى الان 1-1 شوف يعني المدرب او المساعد المدرب اللي يتولى المهمه السيد راجكو ماجيك يعني ويترك المهمه الاكبر والاعلى لمنتخبنا الاول اللي يقوده الدكتور الكرواتي طبعا روميو يوزاك يعني عنده الظهيرين معاذ الظفيري اليوم ظهير ايسر استبدل ايضا ولعب مكانه نقول احمد اسماعيل وجابر والان الظهير الايمن ايضا بيقيره راشد الدوسري ويشرك ايضا مشعل إديلم ولذلك هو يحاول يعطي اكثر من لاعب فرصته ويحاول يقتنع بمن يكون في هذه المراكز وهذا شيء طيب مع كثره المباريات بالتاكيد والشيء اللي يعطي المدرب حقه في انه يعني يوقف على تشكيله معينه حسب راي الجهاز الفني بالتاكيد حاول على طول عبد الله مبارك كره معاه لاعب الشوط الثاني عبد الله مبارك تنقطع مره ثانيه منتخب العماني مود الرشيدي طبعا هذه التبديلات ايضا لعايض مود عايض الرشيدي اللي قادر وطبعا لان الاعداد دفعه واحده خطيره خلينا نشوف اللعبه هذه محاوله يا سلام برافو يا مشعل إديلم يقطع كره كانت خطيره والتبديل الان بدر طارق نعم بدر طارق وشكرا لفواز العتيبي والكابتنه تنتقل لبدر طارق اللي هو الاساسي لكن اللاعب بديل وكان الكابتن في الفتره الماضيه فواز العتيبي الان هو بدر طارق لاعب النادي العربي ومنتخبنا الاولمبي
في الوسط. طبعا الا المشاركه ايضا الاخرى اللي كانت لي سليمان صعب في الهجوم، وان شاء الله نشوفه يعني يقدم اكثر مع زميله شبيب الخالدي. على فكره ايضا لعب في الشوط الثاني في المباراه الماضيه. على هذه كره على جهه اليمين، انطلاقه حلوه احمد المتروج اللي انتخب العماني، يحاول ايضا علي الهنائي، يرجع في الدفاع عمران الحيدي، سلم عمران يرجع ورا في البديل اللي اصبح هو في الدفاع الروماني سليمان البلوشي كقلب دفاع، اصبح سليمان البلوشي. شكرا لمن نبهنا الحقيقه عن الكابتن معاذ الظفيري على تجاوبه وعلى متابعتنا، شكرا على المتابعه دائما في التعليق والوصف للاحبه المشاهدين. تبديل حارس المرمى الان للمنتخب العماني يوسف الشيادي، يوسف الشيادي هو البديل. اذا يوسف الشيادي حارس مرمى مكان عمار الرشيدي، مشكور يا عمار. حارس مرمى المنتخب العماني جاء عليه هدف التعادل، والان ايضا السيد حمد العزاني مدرب المنتخب الاولمبي العماني الشقيق يعطي فرصه لحارس المرمى الاخر. تمريره بينيه راف مقطوعه، عبد المحسن العجمي صاحب هدف التعادل ويحاول عايض. جوع الوسط طبعا التبديل الاجباري اللي هو معاذ الظفيري اصيب، وايضا قادر ارضيه الملعب سلامات، وناصر سالم كمل الشوط الاول وايضا قادر ولعب، واشرك مكانه حمد السعيد، اشرك مكانه حمد السعيد لاعب نادي اليرموك السعيد في الوسط. منتخب العماني بيحاول وطلال، وهذه على اليسار على ديلم، نعم على طول على الكرة وليس على اللاعب، بعدها خارج الملعب إلى رمية تماس عمانية، رمية تماس عمانية يبحث عن لاعب يكون فاضي بالتأكيد، لعبها على طول يرجع لها بنفس المكان ورا لعاهد علي الهنائي، ولكنها خارج الملعب إلى رمية تماس، إلى رمية تماس. مباراة الثانية لمنتخبنا الأولمبي أمام شقيقة العماني، وكان هناك أيضا خمس مباريات في معسكرهم بمدينة ميونخ بألمانيا، منها من شفنا وشاهدنا يعني لهم تسجيل بدر طارق، عيد الرشيدي، عبد الله شرهان، وايضا الهويدي، مشعل فواز، فواز العتيبي، يعني سجلوا في المعسكر هنا. حاول علي الحنائي وتواجد سليمان البلوشي صافره والخطا، المحسن العجمي صاحب هدف التعادل والمتابعه الجميله له رغم انها مرت من اثنين من زملائه. مباراه وديه حبيه تجمعنا مع الاشقاء منتخب العماني، 1-1 مباراه اولى انتهت بهدفين مقابل لا شيء للمنتخب العماني. كره اغرب الى حمد سعيد، يحاول على جهه يمين دائما المحسن العجمي، رجع ورا جاسم عتيج، غير على الجهه اليسرى تماما ل بيد اسماعيل، غير مشعل ديلم، مشعل ودعايض،
الأرضية على طول من حل الهنائي وراء سكر مع اللاعب سليمان البلوشي متروشي قادر وترك مكان لسليمان البلوشي في الدفاع. الآن تبديل الآخر لمنتخبنا الأولمبي بيجهز نفسه المدافع عبد الله العنزي. أيضا عبد الله العنزي بيجهز نفسه. طبعا لما توقف الكرة أو تكون خارج الملعب حتى يشارك اللاعب البديل على جهة اليمين منتخبنا الأولمبي مشعل إديلم كرة في النص فيها الصافرة والخطأ عبد العزيز العنزي تبديل حيسحب ودعايط وين حمود هناك شوف نفسه شكرا يا حمود عايض لاعب النصر ويأتي الدور الآن على اللاعب عبد الله العنزي تبديلات حتى يعني يوقف على التشكيلة اللي تفيده بالتأكيد عبد الله العنزي أخوة البديل عوبة على جهة اليسار واليسار لأحمد إسماعيل بدر طارق قائد وكابتن في النص مع عبد العزيز نزي قادر أكيد فازل العتيبي حمود عايض بارك الفنيني معاذ الظفيري ناصر سالم راشد الدوسري محمد الهويدي اللي قادر أرضية الملعب وكأنك تغير فريق كامل وتحتاج إلى أيضا توليفة جديدة وتحتاج إلى تجانس آخر لكن هي تجربة والتجربة فيها الفائدة بالتأكيد. وهذه كرة عمانية حلوة سريعة ممكن العرضية من يعني سريعة فعلا هي كانت للاعب وان وأيضا بانطلاقاته من جهة اليمين وين المخيني ويني المخيني يكسب فيها ركنية هي الركنية على طول اللعبة تضرب وخطيرة ويبعدها براح منطقة الخطورة ترجع مرة ثانية مروان طلال على جهة اليمين المنتخب العماني ممكن السرعة موجودة بدر طارق شوف وين راجع يدافع صح وهذا شيء ميزة أيضا تسجل نقول لاعب النص أو المهاجم لما يرجع مع فريقه للدفاع في حالة الهجمة على يعني مرمى بالتأكيد حلوة ملعوبة على طول ناحية مد إسماعيل قطوعة مرور سلام لكن لا تطولها في المكان هذا على طول خلص وبعد وسلم صح ترجع على جهة اليسار قريبة لسليمان البلوشي تأخذ وين المخيني أيضا مقطوعة حصلها مشعل فوازي حصلها المحسن العجمي الخطأ من العجمي ترجع مرة ثانية شاركة عبد الله العنزي طبعا اليسار المنتخب العماني عرضية صح وبرافو تغطية سليمة جدا من جاسم عتيج ابعدها على طول رجعها مرة ثانية منتخب العماني عبد الهي ديفي تحويل اللعب من الجهة اليمنى النص بعدين على من جهة يسار إلى اليمين تغييرات في المنتخب العماني نشوف الآن سلم في قلب الدفاع عمران الحيدي وين المخيني خيني وبصاح قطعة
طول يحاول فيها منتخب العماني يعني ضغط شوي وبعدين ريح ضغط بدايه بعدين اريح شايف ايهاد البلوشي ايضا لاعب في النص ايهاد البلوشي كبديل ايضا اخر اشرك في الشوط الثاني للمدرب السيد حمد العزاني ايضا تبديل اخر منتخبنا الاولمبي تبديل راح يسحب لاعب طبعا الثلاثين دقيقة مروا ما انتبه حكم مباراة الان مع الدقيقة تقريبا 32 على ساعتي يعطي الراحة لان كان اللعب ماشي واستمرارية اللعب شايف ايضا بتجهز منتخب الكويت اثنين بيجهز اثنين عبد الرحمن الحربي عبد الرحمن الحربي وبيجهز ايضا اللاعب عبد العزيز ناجي عبد العزيز ناجي هذه الكرة العرضية ما لمسها هي اساسا من اللاعب المهاجم يوسف الملكي لاعب الوسط هذا الجول الاول وهنا يعني التسجيل في مرمى حارسنا براك العنزي حارس مرمى التضامن حراس يعني مواليد 99 و2000 و2002 يعني يحتاجون للخبره وهذا هدف التعادل للبديل الناجح حقيقه محسن اذا اللي قادر الان جاسم عديد كوريا جاسم قصرت وايضا لاعب الوسط العزيز العنزي مشكوري بيعطي اكثر من لاعب مثل ما تكلمنا والان المشاركه ايضا لاثنين من البدلاء عبد العزيز ناجي وزميله ايضا الاخر عبد الرحمن الحربي آخر تبديلين لا تقريبا لأن خلاص شايف بديل واحد اللي يعمل إحماء خلف المرمى لمنتخبنا التبديل مفتوح مثل ما قلنا فباقي واحد اللي هو اللي يعمل إحماء وكل اللاعبين لأن أشركهم وعطى فرصة السيد راجكو ماجيك مساعد الكرواتي الدكتور روميو يوزاك اللي يتواجد الآن مع منتخبنا الأول غدا إن شاء الله يلتقي مع المنتخب العراقي الشقيق في مباراة ودية دولية إن شاء الله وأيضا فيها تصنيف فيها يعني الطاقم تحكيم من الخارج ولذلك تعتبر ودية دولية نظام الفيفا دي مشعل ديلي مشيلها بالرأس ويبعد على جهة اليسار يشرك ايضا اللاعب عبد الرحمن الحربي في النص من جهه اليسار عبد الرحمن الحربي واحد من الوجوه الشابه في الاولمبي الكويتي ان شاء الله نتمنى لهم كل توفيق ويحتاجون الى الحقيقه الدعم يحتاجون الى المسانده يحتاجون الى التوجيهات يحتاجون الى المباريات الكثيره ان شاء الله من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم لهؤلاء الشباب خاصة بعد يعني العودة مرة أخرى إن شاء الله بعد غياب طويل لثلاث سنوات تقريبا وعودة من جديد للأزرق الكويتي بكل فئات إن شاء الله تواجد المستوى الخليجي العربي الأسيوي العالمي ليش لا كرة تغيير اللعب على مشعل ديلم مشعل ديلم ولا في النص هذه على طول المحاولة العرضية لكنها وين برا الملعب إلى ضربة مرمى يعني لعبت وحاول سليمان صعب ولكنها خارج الملعب شوف محسن العجمي حلو عرضيته وأيضا سليمان صعب لكن خارج الملعب
خارج خامة طيبة حق سليمان صعب إن شاء الله. شوفه في المباريات القادمة إن شاء الله نشوف أكثر أداء وأكثر نشاطا لهذا اللاعب إن شاء الله ولكل زملائه. العوبة حارس المرمى البديل يوسف الشيادي بيحصلها على اليسار سليمان البلوشي مرور حاول لاك شال برافو برا الملعب الى رميه التماس. عبد الله مبارك خطير وسريع. عبد الله مبارك لاعب خطير فعلا تجده في المكان المناسب. قطعت منتخب العماني حاول يمر الكرة خارج الملعب الى رميه التماس خارج الملعب الى رميه التماس. اللعب يضغط على حامل الكره حتى ما يعطيه فرصه يعني، وهذا صح شيء ايجابي. علي الهنائي رجع مره ثانيه النص فيها خطا وصافره لعبه على اليسار البينيه حلوه لو يستقلها منتخبنا الاولمبي. كره ملعوبه بيحاول يمر مشعل محمود مره ثانيه بيعلي كره ولا زالت خطيره عبد المحسن العجمي. العجمي مره ثانيه بيحاول يلعب ارضيه بالجول. الله يا سليمان صعب. سليمان صعب كان ممكن يعادل النتيجه لكن يشيل هالدفاع بيشيل هالدفاع. كره حلوه كانت عرضيه من عبد المحسن العجمي. مشعل ديلم ديلم سلم في النص اقرب مره ثانيه للعزيز ناجي يهدي اللعب يسلم في النص مشعل. محاولات لا زالت مستمره. رحمن الحربي يحاول في كره مع عبد المحسن العجمي لكنها خارج الملعب الى رميه تماس. يعني نقول 39 دقيقة من شوط المباراة الثانية. أحبتي المشاهدين الكرام متابعينا عبر الرياضية الكويتية دائما في مباراة ودية حبية تجمع منتخبنا الأولمبي وشقيقه العماني في المباراة الثانية. هذه الانطلاقة اللي شوف وصعب صعبها على نفسه لو لعبها بزاوية ممكن لكن تضرب في الدفاع وتنتهي خطورتها وتنتهي خطورة. هذه كرة ملعوبة على اليمين مشعل عبد المحسن العجمي برافو والله. عبد المحسن ايضا عطى ثقة شوية على جهة اليمين سجل هدف التعادل. خطأ للمنتخب العماني للمنتخب العماني. حيلعبها حارس المرمى بيتركها رجع مكانه حيلعبها لا المدافع سليمان البلوشي وهذه خطيرة لكن عالية كفكرة. نعم نعم كفكرة صح. مشعل فواز مع بدر طارق والاثنين طبعا واحد في النصر واحد في العربي يعني درجه اولى. لا 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 لا. ممكن بيعطي فرصه الان دقيقه 40 للحارس الثالث. هو جرب سعود حوشان في المباراه الاولى وجرب الان الحارس نقول براك العنزي والان بيجهز الحارس الثالث ضاري
رهيب العتيبي الله ضاري العتيبي راح يلعب شكرا يا براك العنزي ويأتي الدور على اللاعب ضاري العتيبي ضاري العتيبي مشكور يا براك اديت اللي عليك حارس مرمى التضامن وهنا حارس مرمى نادي الكويت ضاري العتيبي وايضا المباراة السابقة سعود حوشان حارس مرمى نادي الكويت يعني عطى الثلاث حراس المرمى اعطوهم فرصتهم يعني باقي اربع دقائق لكن على العموم ياخذ ثقته بنفسه وايضا انه يقول لك لعبت مباراه وديه امام المنتخب العماني المجهز حقيقه تجهيز طيب اشترك في كثير من المباريات الوديه وايضا في تجمعات في ماليزيا او يعني اكثر من مباراه وهذه كره ملعوبه على طول باتجاه عبد الله مبارك برافو مقطوعه وبتبعد على طول من عبد العزيز ناجي بعدها بشكل حلو عبد العزيز ناجي رحمن يعني الحربي اللي شارك ايضا لاعب نادي الفحيحي عبد الرحمن الحربي وهذه كره في الدفاع يلعبها عبد العزيز ناجي لاعب نادي الكويت على فكرة عبد العزيز ناجي بنادي الكويت هنا الصافرة والخطأ سلامات قوم اعتذار جميل ويحمل إشارة الكابتن طبعا عمران الهيدي خلاص في 43 دقيقة لشوط المباراة الثانية حبيتي المشاهدين الكرام متابعينا عبر الرياضية الكويتية دائما تنقل أحداث مباريات منتخبنا الأولمبي أمام شقيقة العمان راح تكون هناك بطولة حقيقة يعني ودية دولية في أكتوبر إن شاء الله وهذه تمريرة وعلى طول مشعل هارد لك يا مشعل فواز لعبة حلوة الحقيقة ولعبها على طول حتى ما تأخر فيها مرت جنب الغائم الأيمن مرت بسلام جنب الغائم الأيمن ليوسف الشيادي البديل الحارس للمنتخب العماني كان ممكن في الدقيقة 44 مشعل يتعادل لكن على العموم هاردك يا مشعل كرة برا الملعب إلى ضربة مرمى برا الملعب إلى ضربة مرمى تكلم عن البطولة الدولية إن شاء الله في 19 ل 16 منتخبات السعودية البحرين والكويت وأيضا إن شاء الله في بطولة في الإمارات أيضا أولمبية يشترك فيها الإمارات واليابان والكويت والصين والمكسيك هذه راح تكون إن شاء الله في 14-11-20 يعني بإذن الله تعالى 14 يعني أيضا تجمع كبير محاولة أقرب للحارس نعم أقرب للحارس يوسف الشيادي ولما يشون بطولتين بشهر 10 إن شاء الله وأيضا بطولة في 11 شيء حلو يعني لمنتخبات تجمع الإمارات اليابان الكويت الصين المكسيك تجمع كبير الحقيقة وأيضا قبل هالفترة هذه تكون مباراة أو بطولة ودية لثلاث منتخبات شيء طيب حتى تعطي فعلا يعني شيء إيجابي للاعب الكويتي إنه يقدم أكثر خاصة شباب في منتخبنا الأولمبي وإن شاء الله يكون النهاية ماخذين أو مجمعين منتخب قادر فعلا يكون مرشح لآسيا إن شاء الله ويوصل لبطولة أولمبياد بكين 2020 بإذن الله تعالى عطى أربع دقائق حكم مباراة في الشوط الثاني عمار أشكناني يعطي أربع دقائق الشوط الأول عطى ثلاث دقائق كوقت بدل ضايع هذه أربع دقائق شوط ثاني حتى الآن 1-1 تطور إن شاء الله يكون أحسن وأحسن والتجارب لبعض اللاعبين مراكز متفرقة تجانس مهم جدا للاعبين التفاهم عرفت المدرب أيضا بالتشكيلة اللي راح يثبت عليها في المباريات الأخيرة ومثل ما يعني تألقنا في موسكو تألقنا في برشلونة تألقنا في سيدني إن شاء الله العودة من جديد للتألق
في بكين في 2020 بإذن الله تعالى. هذه محاولة على اليسار حلوة يا بدر طارق، حلوة، شوتات سريعة وجميلة دائما تأتي من بدر طارق لكنها خارج الملعب إلى ركنية، بيفاجئ فيها حارس المرمى يوسف شيادي بيشيلها في آخر لحظة إلى ركنية في الدقيقة 48 ولا زالت خطيرة، ممكن بالرأس وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. عصب سليمان صعب، ليش ما تركتها لي؟ وهذه اللعبة الركنية بدر طارق، شايف على طول الاثنين عازموا على الكرة وراحت من الاثنين برا الملعب إلى ضربة مرمى. اللعب وتودي حارس مرمى مرة ثانية يوسف شيادي، هذه الكرة اللي شالها كرة بدر طارق، كرة حلوة وجميلة أرضية قوية. على العموم عبد المحسن العجمي، العجمي لسليمان، ما وصلت سليمان صعب، ما وصلت سليمان صعب، انقطعت. يعني الشوط الثاني افضل، بدا ياخذ ثقته بنفسه اكثر منتخب الكويت. رميه التماس عبد الله مبارك، مور يا سلام يا عبد الله، عبد الله مبارك، حلو، خطوه طويل والمساحه امامه والمسافه صح، وين يرجع فيها للخلف، محاوله عمانيه، عبد الله مبارك رجع في النص، اقرب ليل عليه النهايه تروح منها سهله للمحسن العجمي، بدر طارق، بدر حصلها، بيحاول ايمار تابعه في النص، قريبه على طول لمن جهه فاز عبد الله العنزي اللي يلعب في النص الان، على العموم عبد الله العنزي ايضا اللي اشرك المدرب في الشوط الثاني مع حمد السعيد، مع عبد العزيز ناجي، مع احمد اسماعيل، مع مشعل ديلم، مع الحارس طاري العتيبي، وهناك ايضا مشعل فواز، سليمان صعب، بدر طارق، وهنا كره مقطوعه، وفي لاعب منتخبنا الاولمبي على ارضيه الملعب، ارهاق وليس اصابه، ان شاء الله ما تكون اصابه. بيطلعها برا المنتخب العماني بروح رياضيه عاليه، نعم شكرا، بيطلعها برا، وفي اللحظه هذه يعلن حكم المباراه عمار البلوشي عن نهايه شوط المباراه الثاني. حبايب المنتخب العماني والكويتي لمنتخبنا الاولمبي سجل عبد المحسن العجمي والمنتخب الاولمبي العماني يوسف الملكي في الدقيقة 41 في الشوط الأول، الدقيقة 17 في الشوط الثاني، تعادل منتخبنا الوطني. شكرا للمنتخب العماني حضوره في الكويت والمباراة الأولى اللي تقدم فيها بهدفين مقابل لا شيء، اليوم يعادل منتخبنا الأولمبي شقيقه العماني، وهذه تجارب مفيدة بالتأكيد، والإعداد إن شاء الله يكون أكثر وأكثر حتى نجد منتخب يمثلنا مثل ما مثلونا في موسكو وبرشلونة وسيدني بإذن الله تعالى. على الخير والمحبة التقينا، على الخير والمحبة، يودعكم دائما حامد كميل، إلى الملتقى.